هي لدى قومية طرش أيضا. متابعة طيبة. قومية الرشايضة هي إحدى القوميات الإريترية التسعة، إذ تتواجد هذه القومية في كل من قارة آسيا وأفريقيا. فنجدها في قارة آسيا في الخليج العربي في كل من المملكة العربية السعودية والكويت. أما في قارة أفريقيا فنجدها في كل من إريتريا والسودان ومصر. بعد انهيار سد مأرب شهدت المنطقة الكثير من الهجرات، وكان لهذه الهجرات دور كبير في اختلاط العرب وانصهارهم مع غيرهم، وهذا نتاج الكثير من الأقوام التي ظهرت بعد ذلك في المنطقة. إلا أن الرشايدة بدأت هجرتهم إلى إريتريا متأخرة جدا، فأول هجرات الرشايدة إلى إريتريا كان في العام 1885 من منطقة الخليج العربي عبر البحر الأحمر. ومنذ ذلك الحين قطنوا بعض المناطق واستطاعوا أن يتعايشوا مع بقية الشعب الإريتري في سلام ووئام، محترمين ثقافات الآخرين، حتى استطاعوا أن يتباينوا ويتقاطعوا مع البعض منها مع مرور الزمن، إذ اكتسبوا لغات أخرى للتواصل إضافة إلى لغتهم الأم. يرجع أصل قومية الرشايضة إلى الدم العربي، فهم يتحدثون اللغة العربية، وتشبه الكثير من عاداتهم وتقاليدهم العرب، وخصوصا في بداوتهم وحبهم الأنعام وتربيتها وخصوصا الإبل. نجد قومية الرشايدة في إريتريا في كل من إقليمي شمال البحر الأحمر والقاش بركة، كما نجد بعض الرشايدة يعيشون في الجزر الإريترية كجزيرة تهلك وجزيرة دحل، ويعرف هؤلاء الرشايدة في بعض كتب التاريخ بالدهاليك، ويرجع أصل الاسم كما هو واضح إلى جزيرة تهلك. وهؤلاء الرشايدة يمارسون حرفة الصيد على البحر الأحمر إضافة إلى التجارة، بينما نجد الرشايدة الذين يعيشون على السهول يمارسون حرفة الرعي والزراعة إضافة إلى التجارة. ولا يختلف الرشايدة الذين يعيشون في الجزر على الذين يعيشون في السهول إلا في الحياة المعيشية، بينما يتفقون في الكثير من العادات والتقاليد.
عانى الرشايدة من ويل الاستعمار كغيرهم من شرائح المجتمع الإريتري، ولكن هناك من ظل في بعض مناطق مصوع وفرو وقرورة يمارسون حرفة الزراعة، وقد فلحوا في زراعة البطيخ والخضروات إضافة إلى الحبوب كالذرة والدخن وغيره. وظلوا طيلة فترات الحقب الاستعمارية يمارسون الزراعة والاتجار بها عبر البحر الأحمر لليمن. لكل قومية في إريتريا عاداتها وتقاليدها وعرافها التي تميزها عن غيرها. وإذا كان محور حديثنا هو عن قومية الرشيدة، فأول ما يخطر بالبال هو أزياء المرأة عند الرشيدة، وهو زي يميزها عن غيرها من نساء القوميات الأخرى، وهو زي معروف يشبه الجلباب وهو يغطي كل جسد المرأة ولا يظهر منها سوى عينيها، وهو غالبا ما يكون مزخرف وملون بألوان صارخة، وهذا الزي يعرف عند الرشايدة باسم القطفاني، وهو زي معروف في الكثير من دول الخليج العربي. وزي القطفاني كما يصنفه الرشايدة منه ما يخص المرأة المتزوجة، كما نجد منه أيضا ما يخص الفتاة الغير متزوجة. مشاهدنا الكريم، بذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم المجلة الثقافية.